وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم بتكثيف المتابعة الأمنية على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون ومراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية. جاء ذلك خلال ترأس الشيخ طلال الخالد الاجتماع الدوري مع قيادات وزارة الداخلية للإطلاع على آخر المستجدات الأمنية بحضور وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس وعدد من الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية. وأكد الشيخ طلال الخالد ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعيا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية. وأشاد بالجهود الكبيرة لقطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لخفر السواحل في الضبطيات الأخيرة، مؤكدا الحرص على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالربط الآلي بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المبالغ المستحقة على الأجانب للدولة. واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع إلى استعدادات القطاعات للعام الدراسي الجديد وآلية التنسيق مع وزارة التربية في القيام بحملات توعية أمنية ومرورية والتوعية بخطر المخدرات في المدارس والجامعات.